عليكم السنة تانية. هنكمل النهاردة ال development بتاع اليورينا بلادر و اليوريثرا. لا تكونوا بس عارفين نبذة كده مختصرة عن الاناتومي. اول حاجة نكون متفقين عليها ان البلادر دي بيبقى زي ما فيها ميكوزة فيها مصل، ماشي؟ ان هي مسكولر اورجن اصلا، بتعمل contraction وبتعمل relaxation وكده، تمام؟ تاني حاجة بقى شوية كده general feature، اليورينال بلادر دي بتبقى هرمية الشكل، يعني بتبقى بيراميدال ان شيب، فبيبقى ليها بيز و ايبكس. فبيقول لك الايبكس بتاعتها دي بتبقى متصلة بالامبلايكس عن طريق ليجمنت. الليجمنت ده اسمه ميديان امبلايكال ليجمنت. يبقى هي الايبكس بتاعت اليورينال بلادر بتبقى متصلة بالامبلايكس عن طريق ليجمنت اسمه ميديان امبلايكال ليجمنت، تمام. تاني حاجة بقى ان الجزء اللي هو البوستيرير وول بتاع اليورينال بلادر، اللي هو البوستيرير وول المفروض يبقى هنا بس مش باين، ماشي؟ البوستيرير وول ده لو من جوه بيبقى اسمه الترايجون بتاع اليورينال بلادر. الترايجون بتاع اليورينال بلادر دي ترايجون يعني مثلث، ماشي؟ بيبقى القاعدة الراس هنا والراس هنا من رؤوس المثلث، يعني هو بيبقى مثلث كده، الراس دي والراس دي كده بتبقى فتحة ايه؟ بتبقى فتحة اليوريتر، واللي هنا هنا دي تبقى فتحة اليوريثرا، تمام؟ ليه بتبقى هنا كده؟ ماشي. خلينا بقى نحكي القصة من الأول. احنا دلوقتي خلينا برضو متفقين كده في الاول ان كل اليورينال بلادر او معظم اليورينال بلادر معظم يعني الكلام اللي هنتكلمه النهارده هيبقى عن حاجه اسمها كلواكا. خدنا في الجي اي تي المره اللي فاتت او الترم اللي فات ان في حاجه ان الجت كانت اندوديرم كلها، وكانت بتتقسم ليه فور جت وميد جت وايه وهايند جت. الهايند جت دي تبقى اندوديرم، ماشي؟ الهايند جت دي اخر جزء منها حصل له اكسبانشن وسع وبقى كبير، الجزء ده اسمه ايه؟ كل واكة. الجزء ده اسمه ايه؟ كل واكة، تمام؟ ماشي. يبقى اخر اللور موست اكسباندد بارت بتاع الهايند جت اسمه كل واكة، وهو ايه؟ اندوديرم، ماشي. الكل واكة دي مثلا هنقول ان هي كل واكة اهي، جه سبتم كده، سبتم من الميزوديرم جه اسمه، بلاش اسمه دلوقتي، ماشي؟ السبتم ده قسم لنا كل واكة جزء قدام وجزء ورا، مش بالشكل ده قوي يعني كده، قسم لنا اليورينال قسم لنا الكلواكه لجزء قدام وجزء ورا. الجزء اللي قدام ده اسمه يورو جينيتال. يورو جينيتال ليه؟ لانه هيكون اليورينال بلادر وهيكون اليوريثرا وهيكون اجزاء من الجينيتاليا. هيكون اليورينال بلادر واليوريثرا واجزاء من الجينيتاليا. طيب الجزء اللي ورا هيكون الريكتوم والانال كانال، فاسمه ريكتو انال. يبقى الجزء اللي قدام ده اسمه ايه؟ يورو جينيتال، والجزء اللي ورا اسمه ايه؟ ريكتو انال، ماشي. الجزء اللي ورا ده تحسه اصغر من الجزء اللي قدام، فعشان كده سمينا الجزء اللي ورا ده ريكتو انال كانال. يبقى سمينا الجزء اللي ورا ريكتو انال كانال، سمينا الجزء اللي قدام يورو جينيتال بس ساينس. ساينس يعني حاجه واسعه. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الجزء اللي قدام ده اسمه يورو جينيتال ساينس، والجزء اللي ورا اسمه ريكتو انال كانال. السبتم بقى اللي بيفصلهم قولوا كده، هاتوا اخر اول اسم من كل واحده، يعني يورو جينيتال ساينس هناخد منها كلمه يورو، وريكتو انال كانال هناخد منها كلمه ريكتو، فالسبتم اسمه يورو ريكتال سبتم. السبتم اسمه يورو ريكتال سبتم. السبتم اسمه ايه؟ يورو ريكتال سبتم. يبقى السبتم اللي اسمه يورو ريكتال سبتم قسم اليورينال بلادر، قسم الكلواكه، قسم الكلواكه، معلش، قسم الكلواكه لي يورو جينيتال ساينس وليه ريكتو انال كانال. طيب الريكتو انال كانال دي هنركنها على جنب، مش محتاجينها دلوقتي. هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في اليورو جينيتال ساينس، ماشي؟ اليورو جينيتال ساينس اهي، ماشي؟ دي اليورو جينيتال ساينس. اليورو جينيتال ساينس دي اتقسمت لجزئين، ماشي؟ اتقسمت عند كده دخلت الميزونيفريك دكت. فاحنا قلنا ان الميزونيفريك دكت دي كانت بتصب في الكلواكه، ماشي؟ هي بتصب فين بالظبط في الكلواكه؟ بتصب في اليورو جينيتال ساينس، علشان كان في سؤال ام سي كيو كان بيقول ان الميزونيفريك دكت دي بتصب في اليورو جينيتال ساينس ولا في، كان في موجود في الاختيارات يورو جينيتال ساينس، وكان موجود في الاختيارات كلواكه. هي كلواكه صح كل حاجه، بس اليورو جينيتال ساينس ادق، ماشي؟ او اصح بمعنى اوضح، ماشي. فهنا اليورو جينيتال ساينس دي هتتقسم لجزئين، جزء فوق وجزء تحت، ماشي؟ هتتقسم لجزئين، جزء فوق وجزء تحت. الجزء اللي فوق ده اسمه فيزايكو يوريثرال كانال. ليه فيزايكو يوريثرال كانال؟ لانه هيكون اليورينال بلادر واليوريثرا، فاسمه
فيزايكو يوريسرال كانال، يبقى الجزء اللي فوق ده اسمه فيزايكو يوريسرال كانال. طيب الجزء اللي تحت ده اسمه يوروجينيتال ساينس. طيب ازاي اسمه يوروجينيتال ساينس والكبيره دي كلها على بعضها اسمها يوروجينيتال ساينس؟ فخلاص عدلنا شويه في الاسم، عملنا ان اللي هي الكبيره دي كلها اسمها يوروجينيتال ساينس، بس قول بقى ايه بريماتيف يوروجينيتال ساينس، يعني اليوروجينيتال ساينس الاوليه بريماتيف يوروجينيتال ساينس. تمام ماشي. والجزء اللي تحت اللي هو ده هنسميه ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس، ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. يبقى دلوقتي البريماتيف يوروجينيتال ساينس اتقسمت لجزئين، جزء فوق اسمه فيزايكو يوريسرال كانال، وجزء تحت اسمه يوروجينيتال ساينس ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. الديفينيتيف يوروجينيتال ساينس ده هيتقسم بالبلفيك دايفريم او بال الليفيتور ايناي ماسل. فيبقى بصوا الليفيتور ايناي او البلفيك دايفريم ده هي المعلومه دي مش مكتوبه عندكم ماشي، المفروض ان هي بتعمل الارضيه بتاعه الحوض، فكل ما فوقها هيبقى تبع الحوض وكل اللي تحتها هيكون تبع البرينيم او الجينيتاليا. فالجزء اللي فوق ده كده هيبقى اسمه بلفيك بارت، بلفيك بارت بتاع اليورو ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. يبقى الجزء ده اسمه ايه؟ ها الجزء ده اسمه بلفيك بارت بتاع ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. طب الجزء اللي تحت، الجزء اللي تحت اسمه فالك، فالك بارت بتاع ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. فالك يعني حاجه ليها علاقه بالجينيتاليا. تمام فالك بي اتش، تمام فالك بارت، فالك بارت بتاع ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. يبقى باختصار كده تاني احنا كان عندنا كلواكه اهي، كلواكه دي قسمها سبتم، السبتم ده اسمه يورو ريكتال سبتم، اليورو ريكتال سبتم ده قسمها جزء قدام وجزء ورا، الجزء اللي قدام اسمه يورو جينيتال ساينس بريميتيف يورو جينيتال ساينس، الجزء اللي ورا اسمه ريكتو انال كانال. ماشي البريميتيف يورو جينيتال ساينس دي هي اللي بيصب فيها مين؟ الميزونيفريك داكت. ماشي هي اللي بيصب فيها الميزونيفريك داكت. وكنتوا خدتوا السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت المديول اللي فات ان الكلواكه دي بتبقى متصله بالامبلايكس بحاجه اسمها الانتويس. الانتويس كان مثلا بص احنا هنعمل كان احنا بنرسم ساجيتال سيكشن او منظر جانبي، فكان هيبقى كده وكده وكده، فكان دي الانتيرو ابدومينال وول، ده انتيرو ابدومينال وول، بس ده ايه دي الامبلايكس. تمام وهنا عندنا هنا الكلواكه اهي، الكلواكه كانت بتتصل بالامبلايكس بحاجه اسمها الانتويس، الكلواكه كانت بتتصل بالامبلايكس بحاجه اسمها الانتويس. تمام ماشي. فالانتويس فدلوقتي احنا عندنا قلنا تاني ان الكلواكه اهي اتقسمت بسبتم اسمه يورو ريكتال سبتم، اتقسمت ليه فيزايكو بريميتيف يورو جينيتال ساينس وليه ريكتو انال كانال. البريميتيف يورو جينيتال ساينس دي هي اللي بيصب فيها الاثنين ميزونيفريك داكت، وهي اللي بيبقى طالع منها الانانتويس، واللي بيبقى طالع منها ايه الانانتويس. تمام بعد كده البريميتيف يورو جينيتال ساينس اتقسمت ليه، اتقسمت ليه اول حاجه الجزء اللي فوق فيزايكو يوريسترال كانال، الجزء اللي تحت اسمه ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس، ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. طيب الديفينيتيف يورو جينيتال ساينس اتقسمت لبلفيك بارت وفالك بارت، بلفيك بارت وفالك بارت، بلفيك بارت اوف يورو جينيتال ساينس وفالك بارت اوف يورو جينيتال ساينس او ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس يعني. تمام الرسمه دي بقى بتقول لك ايه، بتوريك اليورو ريكتال سيبتوم، يورو ريكتال سيبتوم ده ميزوديرم، عباره عن ميزوديرم داخل كده اهو جوه الايه جوه الاندوديرم. ما هو لازم عشان السيبتوم يكون سيبتوم فلازم يكون من مصدر مختلف عشان نقول ان هو حاجه غريبه عن المكان اسميته، فاهمين ماشي. فهو اصلا الكلواكه دي اندوديرم، فالسيبتوم ده ميزوديرم اهو. بصوا اول حاجه خالص بدا يدخل شويه، بعد كده بدا يدخل خالص، وبعد كده ايه على وشك يقسمه، وبعد كده اتقسموا ايه اتقسم، فبقى ده ريكتو انال كانال، وبقى الجزء ده كله ايه بريميتيف يورو جينيتال ساينس. وبعد كده رجعت البريميتيف يورو جينيتال ساينس دي اتقسمت لجزئين بكونستريكشن كده، اتقسمت لفيزايكو يوريسترال كانال، واتقسمت لديفينيتيف ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. والديفينيتيف يورو جينيتال ساينس دي هتتقسم لجزئين بلفيك بارت وفاليك بارت. تمام نفس الكلام اللي قلناه، احنا نقرا الكلام اللي في الكتاب كده بسرعه. development of urinary bladder بيقول لك formation of كلواكه دي المين سورس بتاعت urinary bladder، الكلواكه دي بتبقى expanded distal part of the hind gut وهي endoderm divided by urorectal septum of mesoderm into ventral و dorsal، ventral يعني جزء قدام و dorsal يعني جزء ورا. ماشي الفنترال بارت ده بيبقى كولد بريماتيف يورجينتال ساينس، والساينس دي هي اللي هتريسيف الاوبننج بتاعه الالانتويس والاثنين ميزونيفريك داكت. طب البريماتيف يورجينتال
الساينس دي بتبقى divided باتنين بكونستريكشن لتو بارت. اول حاجة في زيكوريسرال كانال وده هو اللي هيرسيف الالانتويز وهو اللي هيرسيف الاتنين ميزونيفريك دكت، وجزء تاني تحت ورا تحت قصدي اللي هو definitive urogenital sinus، والساينس دي هي اللي هتجيف most of the male urethra والفستيبيول بتاع الفاجينا. نبقى الكلام ده هيوضح بعدين. ماشي بصوا كده دلوقتي ده اليوريكتال سيبتوم، قسمها الجزء البني ده اللي هو الايه الريكتو انال كانال، والجزء ده كده اللي هو ايه اليوروجينيتال ساينس بريمتيف يوروجينيتال ساينس. ماشي بريمتيف يوروجينيتال ساينس دي اتقسمت بكونستريكشن لفيزايكو يوريسرال كانال وديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. الفيزايكو يوريسرال كانال هي اللي مستقبله الميزونيفريك دكت اهي، وهي اللي ايه مستقبله الانانتويس. تمام طيب في حاجه كده كنا قلناها المره اللي فاتت ان المفروض ان مثلا دي الكلواكه كانت الكلواكه والميزونيفريك دكت او الفيزيكوريشال كانال يعني، ودي ايه الميزونيفريك دكت اهي بتصب فيها. الميزونيفريك دكت دي كان طلع منها برعم كده، البرعم ده اسمه ايه يوريتريك باد. اليوريتريك باد ده هو اللي كان هيكون اليوريتر. طب الميزونيفريك دكت دي في الاخر خالص يعني اخر حته منها المفروض هتكون فاز في الميل، يعني هتكون فاز ديفرنس وهتكون ايه وهتكون فوز ديفرنس وهتكون الاجاكولاتري دكت. ماشي فدلوقتي اليوريتريك بط دي بتصب فين؟ بتصب في الفوز ديفرنس والاجاكولاتري دكت. هل ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. ماشي فدلوقتي احنا عايزين نحل المشكله دي ونخلي ان اليوريتر اللي هو اليوريتريك بط ده يصب بشكل منفصل في اليورينري بلادر، ماشي بعيد عن ايه بعيد عن الميزونيفريك دكت. فهنعمل ايه الحل؟ ان احنا نتخلص من الجزء ده علشان يبقى ده بيصب في جزء منفصل وده بيصب في جزء منفصل، يعني نتخلص كده من الجزء ده كده كله. ماشي هنتخلص منه وندخله جوه اليورينري بلادر، يبقى جزء من اليورينري بلادر. فالجزء ده كده من الميزونيفريك دكت هيحصل له ابزوربشن، يعني هيمتص جوه اليورينري بلادر، هيمتص ويكون لنا الترايجون بتاع اليورينري بلادر. يبقى دلوقتي الجزء ده كده هيمتص ويكون لنا ايه الترايجون بتاع اليورينري بلادر، الترايجون بتاع اليورينري بلادر. تمام وبذلك يعني هيكون اليوريتر بيصب لوحده والايه واليورينري بلادر لوحدها. بصوا بيحصل ابزوربشن ازاي. دلوقتي كان في المنظر ده اليوريتريك بط بيصب في الميزونيفريك دكت، عايزين نحل المشكله فهنعمل ابزوربشن للجزء ده. بصوا بدا تبلع جزء من الميزونيفريك دكت ازاي، بدات تبلع جزء من الميزونيفريك دكت اهي، تحصل لها ابزوربشن. ماشي الجزء ده بقى خلاص هما الجزء ده بقى خلاص هما انفصلوا اهو عن بعض وبقى كل واحد بيصب في ناحيه تانية. خلاص تمام. طيب هنا مثلا شايفين دلوقتي الميزونيفريك دكت اللي هي بالاخضر، ماشي كونت ايجاكولاتوري دكت اللي هي بالاخضر، شايفين هو عامل لك الايجاكولاتوري دكت او الميزونيفريك الجزء من الميزونيفريك دكت يعني بالاخضر، والترايجون هنا بالاخضر عشان يقول لك ان الترايجون ده ما هو الا كان جزء حصل له ابزوربشن من الميزونيفريك دكت. تمام طيب الجزء ده بيبين لك ايه؟ ده مثلا الفاز ديفرنس، ده اليوريتر اهو، ده اليوريتر ماشي وعامل كروسنج بالفاز ديفرنس. ليه؟ لان هما اصلا كان اليوريتر ده زمان كان بيصب فين؟ في الميزونيفريك دكت اللي كونت الفاز ديفرنس والاجاكولاتوري دكت وحاجات تانية طبعا. طيب ديفلوبمنتال سورسز بتاع اليورينري بلادر. دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف اليورينري بلادر اتكونت من ايه بالظبط. ماشي اليورينري بلادر اتكونت من ثلاث حاجات، اغلب اليورينري بلادر اتكونت من الفيزايكو يوريسرال كانال. الفيزايكو يوريسرال كانال دي احنا قلنا ان البريميتيف يوروجينيتال ساينس اتقسم لجزئين، لفيزايكو يوريسرال كانال فوق وديفينيتيف يوروجينيتال ساينس تحت. الديفينيتيف يوروجينيتال ساينس اتقسم لجزئين بلفيك بارت وفاليك بارت. ماشي الجزء اللي فوق ده اللي هو ايه؟ الجزء اللي فوق ده اللي هو الفيزايكو يوريسرال كانال. الفيزايكو يوريسرال كانال ده هو اللي كون اغلب اليورينري بلادر، وهيكون برضو حاجة بعد كده في اليوريسرا. تمام هو اسمه فيزايكو يوريسرال، يعني هيشترك في حاجتين، هيشترك في اليورينري بلادر وهيشترك في جزء من اليوريسرا. ماشي فدلوقتي اول مصدر لليورينري بلادر هو ايه؟ الفيزايكو يوريسرال كانال، والفيزايكو يوريسرال كانال ده يبقى اندو ديرم.
ماشي. بعد كده كنا قلنا برضو ان الميزونيفريك داكت اللي بتصب هنا حصل جزء منها حصل له ابزوربشن علشان اليوريتر يفتح دايركت في اليورينري بلادر، فالجزء اللي حصل له ابزوربشن او الابزوربد بارت بتاع الميزونيفريك داكت ده هو هيكون ايه، هيدخل ويكون الترايجون بتاع اليورينري بلادر. طب هي الميزونيفريك داكت دي اصلا اصلها ايه؟ اصلها ميزوديرم. يبقى دلوقتي عندنا اندوديرم وميزوديرم، يبقى خدنا اتنين. فاضل التالتة بقى، التالتة اللي احنا كنا قلنا الانتويس، دي ايه الالانتويس ده، ماشي. ده كده اللي هو بيوصل ما بين الفيزايكوريسرال كانال اللي هو جزء من الكلواكة يعني والامبلايكس، حاجة اسمها الانتويس. الالانتويس ده البروكسيمال بارت، بروكسيمال يعني قريب لليورينري بلادر. احنا دلوقتي بروكسيمال بالنسبه لليورينري بلادر يعني قريب لليورينري بلادر، ماشي. فالبروكسيمال بارت بتاع الالانتويس هيعمل الايبكس بتاع اليورينري بلادر، يبقى البروكسيمال بارت بتاع الالانتويس هيعمل الايبكس بتاع اليورينري بلادر. طب الديستال بارت يعني البروكسيمال بارت ده هيعمل ايه؟ الايبكس. طيب الديستال بارت اللي انا مشاور عليه ده هيعمل ايه بقى؟ هيبقى اسمه يوريكس، هيبقى اسمه ايه؟ يوريكس. واليوريكاس ده المفروض انه هيحصل له فايبروزس، هيحصل له فايبروزس ويعمل ميديان امبلايكال ليجامنت. يبقى اليوريكاس ده المفروض يحصل له فايبروزس ويعمل ميديان امبلايكال ليجامنت، تمام. طيب ولازم يحصل له فايبروزس، خلوا في علمكم. طيب يبقى دلوقتي اليورينري بلادر طلعت من ثلاث اماكن، اول حاجه من الفيزايكو يوريسرال كانال، تاني حاجه من الابزوربد بارت بتاع الايه الفيزيكوريسال كانال الاول، دي كانت اندوديرم. بعد كده الابزوربد بارت بتاع الميزونيفريك داكت ودي ميزوديرم. وبعد كده البروكسيمال بارت بتاع الالانتويس، البروكسيمال بارت بتاع الالانتويس كون الايبكس، البروكسيمال بارت بتاع الالانتويس كون الايبكس. معظم اليورينري بلادر جاي من الفيزيكوريسال كانال اللي هي اندوديرم، الترايجون بتاع اليورينري بلادر جاي من الابزوربد بارت بتاع الميزونيفريك داكت اللي هي بتبقى ميزوديرم. الكلام اللي مكتوب في الكتاب بيقول ايه؟ بيقول لك الديفلوبمنتال سورس بتاع اليورينري بلادر الميكوزا، ماشي. يعني نسينا نقول حاجه ان اليورينري بلادر دي زي ما اتكلمنا عنها كميكوزا، المفروض ان احنا قلنا في اول الفيديو خالص ان اليورينري بلادر دي عباره عن فيها مصل، ماشي، بيبقى فيها مصل علشان تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن. فطالما فيها مصل، المصل دي هتيجي منين؟ هتيجي من السبلانكنيك ميزوديرم اللي حوالين الكلواكه. يبقى المصل بتاعت اليورينري بلادر هتيجي منين؟ من السبلانكنيك ميزوديرم اللي حوالين الكلواكه. يبقى دلوقتي تاني الميكوزا بتاعت اليورينري بلادر هتديفلوب من ثلاثه سورسز، اول سورس الفيزايكو يوريسرال كانال وده اندوديرم، ده هيجي وده اللي هيفورم الميجور بارت بتاع اليورينري بلادر. بعد كده البروكسيمال بارت اللي هو الالانتويس بتاع الالانتويس اللي هو برضو اندوديرم، الالانتويس برضو اندوديرم، تمام. وتش فورم ايه؟ الايبكس بتاع اليورينري بلادر. الديستال بارت بتاع الالانتويس هيبقى اسمه يوريكس وهيحصل له فايبروزس وهيكون ميديان امبلايكال ليجامنت. This ligament extend from the apex بتاع اليورينري بلادر لحد ايه؟ هيكون بيوصل من الايبكس لحد ايه؟ لحد الامبلايكس، تمام. بعد كده البروكسيمال بارت بتاع الميزونيفريك داكت اللي هو الميزوديرم ده هيحصل له ابزوربشن في الوول بتاع اليورينري بلادر وهيكون الترايجون بتاع اليورينري بلادر. والمسل اوف وول بتاعت اليورينري بلادر هتيجي منين؟ هتيجي من السبلانكنيك ميزوديرم اللي حوالين الكلواكه، تمام. ماشي. دلوقتي بقى نتكلم عن الكونجينيتال انومالي بتاع اليورينري بلادر. ايه الكونجينيتال انومالي اللي ممكن تحصل في اليورينري بلادر؟ ماشي. دلوقتي بقى نكمل الكونجينيتال انومالي بتاع اليورينري بلادر. مش عارفه ليه كنت حاسه ان انا بقول بسرعه في الجزء الاولاني ده، فانا عايزه اقول لكم كده بسرعه افكركم تاني، معلش. اليورينري بلادر بتبقى طالعه منين؟ احنا عندنا دلوقتي الكلواكه اهي، الكلواكه دي هتتقسم بسبتم، السبتم ده اسمه يورو ريكتال سبتم. اليورو ريكتال سبتم ده هيقسم اليورينري بلادر لجزئين، جزء قدام اللي هو اليورو جينيتال ساينس، يورو جينيتال ساينس بس هنسميه بريماتيف يورو جينيتال ساينس عشان فيه يورو جينيتال ساينس تاني، بريماتيف يوروجينيتال ساينس. الجزء اللي ورا ده هيبقى اسمه ريكتو انال كانال، ملناش دعوه بالكلام ده. دلوقتي هنمسك مين؟ البريماتيف يوروجينيتال ساينس. البريماتيف يوروجينيتال ساينس ده هيتقسم لجزء فوق
اسمه فيزايكو يوريسرال كانال. هيكون الفيزايكو دي كلمة لاتينية معناها رينال بلادر، فيزايكو يوريسرال كانال، وجزء تحت اسمه ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. الديفينيتيف يوروجينيتال ساينس ده هيتقسم لجزئين، جزء بيلفيك وجزء فاليك، يبقى بيلفيك بارت وفاليك بارت. هيتقسم لجزئين، بيلفيك بارت اوف ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس وفاليك بارت بتاع ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. ماشي. الفيزايكو يوريسرال كانال دي بيفتح فيها مين؟ الميزونيفريك داكت، وبيفتح فيها مين؟ الانانتويس. اليورينري بلادر هتتكون من الفيزايكو، معظم اليورينري بلادر كان يكون، احنا هنتكلم دلوقتي عن تكوين اليورينري بلادر. تكوين اليورينري بلادر هي كاميكوزا، هتتكون من ايه؟ هتتكون اغلبها من الاندوديرم بتاع الفيزايكو يوريسرال كانال. يبقى اغلب اليورينري بلادر هيطلع من هنا، من الفيزايكو يوريسرال كانال، والفيزايكو يوريسرال كانال دي جزء من الكلويكه، تبقى اندوديرم، وجزء هيحصل له ابزوربشن من الميزونيفريك دكت علشان اليوريتر يفتح دايركت. اليوريتر بدل ما كان فاتح هنا يفتح دايركت هنا، فيحصل ابزوربشن للجزء ده كده كله. يبقى الجزء هيحصل له ابزوربشن من الميزونيفريك دكت، ده هيبقى ايه؟ هيبقى ميزوديرم. يبقى الابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك دكت ميزوديرم. تمام. بعد كده اخر جزء اللي هو الجزء البروكسيمال بارت بتاع الالانتويس. البروكسيمال بارت بتاع الالانتويس هيعمل ايه؟ هيعمل لي الايبكس بتاع اليورينري بلادر. طب والباقي اليوريك، باقي الالانتويس هيعمل ايه؟ هيبقى اسمه يوريكس، ويحصل له فايبروزيس. المفروض انه يحصل له فايبروزيس علشان ايه؟ علشان يكون لي ميديان امبليكال ليجمنت. تمام. والجزء الابزورب من الميزونيفريك دكت ده هيكون ايه؟ هيكون الترايجوم بتاع اليورينري بلادر. طيب كده احنا هو ده اللي احنا قلناه. نتكلم بقى دلوقتي على الايه؟ على كونجيتال انومالي. اول كونجيتال انومالي معانا، كونجيتال انومالي اسمها اكتوبيا فيزايكا. اكتوبيا، اكتوبيا يعني ايه؟ اكتوبيا، اكتوبيا يعني حاجه مش موجوده في مكانها. ماشي. فيزايكا اكتوبيا فيزايكا، فيزايكا يعني يورينري بلادر. طيب ايه اللي يحصل في الاكتوبيا فيزايكا دي؟ يقول لك ان، بصوا دلوقتي معانا، تخيلوا معايا بقى، ده كده البوستيرور وول بتاع اليورينري بلادر. ماشي. البوستيرور وول ده قدامه مين؟ طبيعي يعني بديهيات هيبقى قدامه الانتيرور وول بتاع اليورينري بلادر. ماشي. وقدامه هما الاثنين مين اللي بيغطي كل حاجه؟ الانتيرور ابدومينال وول. الانتيرور ابدومينال وول بيغطي بقى كل حاجه في الجسم كده. تمام. ماشي. دلوقتي هل انا شايفه البلادر؟ يعني اي الشخص الطبيعي انا بشوف البلادر بتاعته؟ لا طبعا. ماشي. جه الشخص ده عنده فيلير اوف فورميشن للانتيرور ابدومينال وول والانتيرور وول بتاع البلادر، للانتيرور ابدومينال وول اللي هو بالازرق ده، والانتيرور وول بتاع البلادر. ماشي. فدلوقتي الانتيرو ابدومينال وول ده عنده مش موجود. ماشي. الانتيرو ابدومينال وول ده عنده مش موجود، ولا الانتيرو وول بتاع البلادر موجود. تمام. فيبقى باين لي كده، اول ما اشوفه باين لي ايه؟ البوستيرو وول بتاع البلادر. دي حاجه اسمها اكتوبيا فيزايكا. الاكتوبيا فيزايكا دي غالبا بتبقى مصاحبة لكونجينيتال انومالي تانية اسمها ايبيسبيديوس. ايبيسبيديوس بتبقى غالبا مصاحبة لكونجينيتال انومالي اسمها ايه؟ ايبيسبيديوس. تمام. مش عارفة معلق ليه. تمام. يبقى دلوقتي اول كونجينيتال انومالي معانا اسمها اكتوبيا فيزايكا. تاني كونجينيتال انومالي حاجات ليها علاقة باليوريكس، حاجات ليها علاقة باليوريكس. احنا قلنا ان اليوريكس ده الطبيعي ان هو يحصل له ايه؟ فايبروزس. طيب دلوقتي احنا عندنا قلنا ال الفيزايكو يوريسرال كانال هتكون اليورينري بلادر، وكان فيه هنا انتيرو ابدومينال وول امبلايكس، وايه بتاع ابدومينال، والانتيرو ابدومينال وول تكملته يعني، وكان بيوصل ما بينهم ايه؟ كان بيوصل ما بينهم ال الانتويس. البروكسيمال بارت بتاع الانتويس ده هيكون لي الايبكس بتاعت اليورينال بلادر. خلاص. فعمل لي ايبكس. تمام. تمام كده.
طيب يقول لك بقى اليوريكس ده بقى كله كده المفروض يحصل له ايه؟ يحصل له فيبروزس. لا، كله ما حصلوش فيبروزس، فضل اليوريكس ده موجود كده وما حصلوش فيبروزس. فدلوقتي بيوصل ما بين اليوريناري بلادر ومين؟ والامبلايكس، وهو كله مفتوح. فاليورين بدل ما يخرج من اليوريثرا تلاقيه بيمشي كده بيمشي كده بيمشي كده ويخرج من الايه؟ الامبلايكس. يقولك الطفل ده بيطلع يورين من الامبلايكس بتاعته، دي حاجة اسمها فيستيولا. حاجة اسمها ايه؟ فيستيولا. فيستيولا ماشي، فيستيولا يعني ايه؟ فتحة. ماشي تمام. طيب تاني احتمال ممكن يحصل، ان الامبلايكس ده تمام وكل حاجه ويحصل له فيبروزس من هنا ويحصل له فيبروزس من هنا، وتفضل في حته في النص كده ما يحصلهاش فيبروزس. الحته اللي في النص دي هل هتعمل اي مشاكل؟ مش هتعمل اي مشاكل بالنسبه ان اليورين يخرج وكده، لكن الحته اللي في النص دي هتفرز ايه؟ هتفرز الخلايا المبطنه ليها الابسيليسيس دي، هتفرز السائل، والسائل ده في الاخر خالص الحته دي هتتحول لحاجه اسمها سيست. يبقى تعمل ايه؟ يوريكال سيست. يوريكال سيست دي ان كل الاجزاء حصل لها فيبروزس ما عدا حته في النص. طيب الاحتمال الثالث بقى، الاحتمال الثالث ان كل ده يحصل له فيبروزس وتفضل الحته اللي فاتحه على الامبلايكس ما حصلهاش فيبروزس، فهي تبقى حته مفتوحه من الامبلايكس بس ما بتوصلش على اليورينري بلادر. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها ساينس، يوريكال ساينس. يبقى دلوقتي اليوريكس له 3 احتمالات، اول حاجه يوريكال فيستولا ان كلها ما تتقفلش، يوريكال سيست كلها تتقفل ما عدا حته في النص، يوريكال ساينس كلها تتقفل ما عدا الحته اللي بتفتح على ايه؟ على الامبلايكس. النيرو اللي في الكتاب بيقول لك الكونجيتا انومالي بتاعه البلادر، اول حاجه اكتوبيا فيزيكا، دي كونديشن هوير البلادر اوبنز دايركتلي على السيرفيس بتاع الانتيرو ابدومينال وول فوق السيرفيس بيوبس. ده بسبب ايه؟ بسبب فيلير اوف فورميشن للانفرا امبلايكال بارت بتاع الانتيرو ابدومينال وول وللانتيرو وول بتاع الرينال بلادر. طيب حاجات تانية انوماليس اوف يوريكس، اول حاجة يوريكال فيستولا دي بسبب فيلير اوف الاوبليتريشن بتاع اليوريكس افتر البيرث leading to dribbling of urine، ان اليورين ينزل من الامبلايكس. تاني حاجة يوريكال ساينس ان البروكسيمال بارت بتاع اليوريكس ده obliterated. بروكسيمال يعني قريب من ايه؟ البلادر زي ما قلنا. ماشي، بروكسيمال بالنسبة للبلادر يعني قريب منها، فالبروكسيمال بارت بتاع اليوريكس ده هيحصل له obliteration، لكن الديستال بارت هيريمين بيتنت يعني هيفضل مفتوح leading to formation of sinus. هيكون ايه؟ هيكون sinus. تمام، which opens at the umbilicus and not continuous with a with the bladder. تالت حاجة cyst. cyst دي اللي هو result from persistence of an isolated segment of the urethra patent. the lining epithelium secretes fluid and changes into a cyst. طيب ده المنظر بتاع، بصوا دلوقتي ده كده اليوريكس كله، اليوريكس كله هو فيه سائل اهو، يبقى ده كله ايه؟ مفتوح. يبقى ده اليوريكس مفتوح، يبقى دي فيستولا. تمام، فيستولا. طيب تمام، بعد كده الجزء اللي في النص ما هو اللي ايه؟ هو اللي مفتوح، والجزء اللي في الجنب واللي في الجنب ده وده حصل له ايه؟ حصل له فيبروزس، يبقى هنا اسمها سيست. تمام، بعد كده الجزء اللي في اللي قريب من البلادر اللي هو البروكسيمال ده اتقفل، لكن الجزء ده ما اتقفلش، يبقى دي اسمها ايه؟ ساينس. تمام، ساينس. بعد كده المنظر ده مكتوب موجود عندكم في الكتاب اللي هو الاكتوبيا فيزايكا. شايفين احنا شايفين البلادر في وشنا، يبقى دي اكتوبيا فيزايكا، وغالبا بتبقى مصحوبه بحاجه اسمها ايبسبيديس. ماشي، نيجي خلصنا كده الحمد لله اليورينري بلادر. نتكلم بقى دلوقتي على اليوريثرا. اليوريثرا عندنا ميل يوريثرا وفيميل يوريثرا. الفيميل يوريثرا سهله جدا، سطرين بالظبط كل كلامنا دلوقتي على الميل يوريثرا، عشان الميل يوريثرا ليها اجزاء والكلام ده. ماشي، الميل يوريثرا احنا طبعا بناخد الكلام ده في المدير البرودكتيف اكتر يعني، بس مؤقتا يعني دلوقتي دي البلادر
ماشي، تحت البلادر عند الميل بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه حاجة اسمها بروستاتيك جلاند، وبعد كده بيبقى فيه جزء ضيق كده مصل يعني او حاجة زي كده، بس خلينا كده جزء ضيق كده ماشي، وبعد كده بيبقى فيه البينس ماشي. فدلوقتي اليوريثرا، اليوريثرا بتخرج من اليورينري بلادر، خليها بلون تاني ماشي، اليوريثرا تخرج من اليورينري بلادر كده، فالجزء بتاع اليوريثرا اللي ماشي في البروستاتيك جلاند اسمه بروستاتيك يوريثرا، يبقى اسمه ايه؟ بروستاتيك يوريثرا. طيب الجزء اللي ماشي فيه في الجزء الضيق ده اسمه ممبرينس يوريثرا، عشان هي ضيقه، ممبرينس يوريثرا. بعد كده الجزء اللي ماشي في البينس ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه بيناي سبونجي يوريثرا، سبونجي يوريثرا. يبقى احنا دلوقتي عندنا ثلاثة يوريثرا، بروستاتيك يوريثرا، ممبرينس يوريثرا، سبونجي يوريثرا. طيب بصوا كده، احنا كنا قلنا ان ايه، كنا قلنا ان البريميتيف يورو جينيتال ساينس هتتقسم لجزئين، عشان دي اهم حاجه اصلا في المحاضره كلها، هتقسم لجزء اسمه فيزايكو يوريثرال كانال، وهتتقسم لجزء اسمه ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. الديفينيتيف يورو جينيتال ساينس هيتقسم لجزئين، اول حاجه بلفيك بارت وفاليك بارت، البلفيك بارت بتاع ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس، والفاليك بارت بتاع ايه؟ ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس ماشي. واحنا كنا قلنا برضو ان اليورينري بلادر بتتكون من ثلاث حاجات، اليورينري بلادر بتتكون من ايه؟ من ثلاث حاجات. اول حاجه خالص كانت بتتكون منها ايه؟ الفيزايكو يوريثرال كانال، كانت بتتكون من الابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك داكت، الابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك داكت كان بيكون الترايجون ماشي، وبعد كده البروكسيمال بارت بتاع اليوريكاس الانانتويس قصدي معلش، البروكسيمال بارت بتاع الانانتويس هيكون الايبكس، اليوريكاس ده الجزء الباقي من الانانتويس تمام ماشي. دلوقتي البروستاتيك يوريثرا اللي قدامنا دي انا هقسمها جزئين، هعملها upper half و lower half. ال upper half بتاع البروستاتيك يوريثرا هيطلع زي اليورينري بلادر، هيطلع زي ايه؟ اليورينري بلادر. يعني ايه هيطلع زي اليورينري بلادر؟ يعني هيطلع من الفيزايكو يوريثرا الكنال ومن الابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك داكت، هيطلع من الفيزايكو يوريثرا الكنال ويطلع من الابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك داكت، ملوش علاقه بالانتويس طبعا، بالانتويس دي حاجه خاصه باليورينري بلادر بس ماشي. يبقى دلوقتي الفيزايكو يوريثرا الكنال ده بيكون ايه؟ بيكون اليورينري بلادر والابر بارت بتاع ايه؟ البروستاتيك يوريثرا. طب الابر بارت بتاع البروستاتيك يوريثرا بيتكون من ايه؟ نعكس السؤال، بيتكون من البروكسيمال بارت بتاع بيكون الابر بارت بتاع البروستاتيك يوريثرا هيتكون من الفيزايكو يوريثرا الكنال والابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك داكت. الفيزايكو يوريثرا الكنال دي تعتبر اندوديرم صح، يبقى دي اندو ماشي، وانا هنكتب حرف المهم كلهم بيبداوا بحرف الاي ماشي. يبقى الابر بارت بتاع البروستاتيك يوريثرا هيتكون من ايه؟ من اندوديرم اللي هو الفيزايكو يوريثرا الكنال، ويتكون من ميزوديرم اللي هو الابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك داكت. خلصنا كده الابر هاف بتاع البروستاتيك يوريثرا، نيجي لللور هاف بتاع البروستاتيك يوريثرا. يقول لك اللور، يبقى الابر هاف مع اليورينري بلادر كده، الابر هاف ده بيبقى مع اليورينري بلادر ماشي، اللور هاف مع الممبرينس يوريثرا، اللور هاف مع الممبرينس يوريثرا هما الاثنين هيتكونوا منين؟ من البلفيك بارت بتاع البلفيك بارت بتاع ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. يبقى هما الاثنين بيتكونوا من بيورلي اندوديرم اللي هو ايه؟ اللي هو البلفيك بارت بتاع الديفينيتيف يورو جينيتال ساينس تمام. فاضل لنا مين؟ السبونج يوريثرا دي هتتكون منين؟ السبونج يوريثرا هتتكون من الفاليك بارت بتاع ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس وحته اكتوديرم، وحته اكتوديرم. يبقى دلوقتي البروستاتيك يوريثرا بتبقى عباره عن اندوديرم وميزوديرم، اندوديرم اللي هو الفيزايكو يوريثرا الكنال، والميزوديرم الابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك داكت. بعد كده اللور هاف بتاع البروستاتيك يوريثرا مع الممبرينس يوريثرا هما الاثنين اندوديرم بس، اللي هو البلفيك بارت بتاع ايه؟ البلفيك بارت بتاع ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. بعد كده السبونجي يوريثرا بتتكون من الفاليك بارت بتاع الديفينيتيف يورو جينيتال ساينس مع حته اكتوديرم، يعني بتتكون من اندوديرم واكتوديرم. يبقى البروستاتيك بارت، البروستاتيك بتتقسم لابر ولور، الابر اندو وميزو، اندوديرم وميزوديرم. طيب اللور هيتكون من ايه؟ اندوديرم بس، الممبرينوس اندوديرم بس. طيب السبونجي اندوديرم مع اكتوديرم. اتمنى يكون الموضوع وصل.
ماشي، تعال بقى اما نقرا الكلام المكتوب في الكتاب. development of male urethra anatomically male urethra بتبقى 3 parts prostatic membranous و spongy. ال prostatic urethra دي بتبقى upper half و lower half. ال upper half هيتكون منين؟ ال upper half هيتكون من 2 sources. اول حاجة منين؟ قول معايا، من ال vesico urethral canal ومن ال absorbent part بتاع ال mesonephric duct مع زي بالظبط ال urinary bladder. طيب بعد كده اللور هاف مع الممبرينوس يوريثرا هما الاثنين. اللور هاف هيتكون من ايه؟ من البلفيك بارت بتاع الديفينيتيف يورجنتال ساينس. هتلاقي الممبرينوس يوريثرا برضو من البلفيك بارت بتاع الديفينيتيف يورجنتال ساينس، يعني اندوديرم. كتب لك اهو انها اندوديرم. بعد كده السبونج يوريثرا هتتكون من اندوديرم مع حته اكتوديرم، دي انا هشرحها دلوقتي حالا. السبونج يوريثرا هي هتتكون من الفالك بارت بتاع الديفينيتيف يورجنتال ساينس، ماشي، اللي هو اندوديرم، وهتتكون من حاجه اسمها، بصوا بقى، السبونج يوريثرا دي هي اليسرى اللي ماشيه في البينس، صح؟ ماشي. البينس مثلا بيبقى كده، ماشي، وبيبقى اخر حته في البينس اسمها جلانز بينس. اخر حته في البينس اسمها جلانز بينس. جلانز بينس دي بتبقى متغطيه باكتوديرم او بسكين، يعني ماشي، بتبقى متغطيه بسكين. طيب الممبرينس السبونج يوريثرا بقى نعملها كده بالاحمر. السبونج يوريثرا بتبقى ماشيه كده، ايه اللي بيحصل بقى؟ السبونج يوريثرا بتبقى ماشيه في البينس. طيب بعد كده بتمشي، هي بتبقى اول حاجه خالص بتتكون ازاي اصلا اليوريثرا دي؟ بص، بتبقى عباره عن بليت، يعني بتبقى عباره عن طبق كده، طبق يعني بليت من الخلايا الاندوديرمال سيلز بس، ماشي، بليت كده، تمام. بعد كده البليت ده هيعمل ايه؟ البليت ده الناحيه دي مع الناحيه دي هيقربوا من بعض، فلما يقربوا من بعض هيعملوا جروف. هيعملوا ايه؟ جروف، يعني البليت ده هيتني على نفسه شويه كده، فلما يتني على نفسه هيعمل لي جروف، هيعمل لي يوريثرال جروف. اليوريثرال جروف ده الحواف بتاعته اسمها ايه؟ الايدجز بتاعته او الحواف بتاعته هتبقى فولدس، هتبقى اسمها يوريثرال فولدس. وبعد كده اليوريثرال فولدس دي عمالين يقربوا من بعض، يقربوا من بعض لحد ما ايه؟ لحد ما يتقابلوا ويمسكوا في بعض. لما يتقابلوا ويمسكوا في بعض هيعملوا لنا ايه؟ هيعملوا لنا يوريثرال كانال. خلاص كده احنا كوننا ايه؟ اليوريثرا الاندوديرم. طيب نيجي بقى نشوف ايه اللي بيحصل. يجي بقى جلانز بي ويقول لك ان اليوريثرا الكنال دي هتقف قبل بدايه الجلانز بينس. هي المفروض اصلا ان هي لو هو يبقى اندوديرم كله هتكمل بقى، علشان ايه؟ هتكمل للاخر. هي دلوقتي مش مكمله للاخر، هي دلوقتي واقفه عند مين؟ عند بدايه الجلانز بينس. يبدا تيجي خلايا تانية كده اكتوديرمال سيلز كده تبدا تروح جايه مهاجره ومدخله وداخله كده في قلب الجلانز بينس من جوه، وتدخل تدخل تدخل، وهي بتبقى عباره عن كورد لسه ما حصلهاش كانالايزيشن. تبدا تدخل 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 كده لحد ما تقابل مين؟ لحد ما تقابل اليوريثرال كانال اللي معمول من الاندوديرم. وبعد كده يبدا يحصل لها كانالايزيشن. يبدا يحصل لها ايه؟ كانالايزيشن. اهي يبدا يحصل لها ايه؟ كانالايزيشن. مش عارفه ايه ده. ماشي، فلما فالجزء ده كده يعتبر ايه؟ اندوديرم. لكن الجزء اللي ماشي في الجلانز بينس هيبقى ايه؟ هيبقى اكتوديرم، تمام. فهو بيقول لك بتتكون من الحته الاكتوديرم اللي قلنا عليها بقى، اللي هي عباره عن المايجريتنج سيلز بتاعت المايجريتنج اكتيرمال سيلز اللي جايه من التيب بتاع جلانز بينس. بعد كده الستيب بتاع ديفلوبمنت اللي انا لسه قايلاها، ان الاندوديرمال سيلز بتاعه الفالك بارت دي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى الاول في الاول خالص بليت، بعدين البليت ده هيتني على نفسه، البليت ده هيكستند اون ذا اندر سيرفيس بتاع الفالوس ويعمل اللي هو البريميتيف بينس، ماشي. اليوريثرال بليت ده هيعمل لنا، هيتني على نفسه ويعمل لنا لونجيتودينال جروف اسمه يوريثرال جروف. اليوريثرال جروف ده هيبقى الايدجز بتاعته اسمها يوريثرال فولد. التو يوريثرال فولد هيدنهم يقربوا من بعض لحد ما يحصل لهم فيوجن في النص، في الميد لاين، ماشي، فروم بيهايند فورورد، يعني هيحصل لهم فيوجن من ورا لقدام، ماشي، to form the urethral canal. بعد كده urethral canal هتقومن posteriorly في البلفك بارت بتاع urethral sinus، ما هي اصلا جايه من open في البلفك بارت بتاع urethral sinus، ماشي، تمام. لان بصوا هقول لكم على حاجه، فاهمكم بس النقطه دي.
عشان هي حاجة عجيبة كده شوية. ده كده الفيزيو كوليسترول كانال، وبعد كده ده ايه البيرفك بورت بتاع اليوروجينتال ساينس، وبعدين ده الفالك بورت بتاع اليوروجينتال ساينس. الفالك بورت ده هيكون ايه؟ هيكون السبونج يوريسترا. طيب معنى كده ان السبونج يوريسترا هتصب فين؟ ورا، هتصب في الديفينيتيف في البلفك بارت، هتصب في البلفك بارت بتاع ديفينيتيف يوريسترا. مش اصلا السبونج يوريسترا دي متصله، يعني مثلا دي البروستاتيك يوريسترا، وبعد كده دي الممبرينس يوريسترا، وبعد كده دي ايه؟ دي السبونج يوريسترا. مش الممبرينس يوريسترا دي جايه من الايه؟ من البلفك بارت، ودي جايه من الفالك بارت. فيقول لك ان الفالك بارت بيصب ورا في البلفك بارت، فاهمين؟ بس كده. وبعدين ايه بيقول لك الكورد بقى بتاع الاكتوديرمال لا احنا فهي هتعمل يوريسترال كانال. احنا وصلنا لحد هنا صح؟ ماشي. اليوريسترال كانال دي هتؤمن بوستيريورلي في البلفك بارت بتاع اليورجنت ساينس، وانتيريورلي فين؟ في الكانال، في الكانال، وبس هتستوب، هتبدا تقف يعني في النمو عند جلاندز بينس، مش هتكمل نمو بعد جلاندز بينس. طيب بعد كده الاكتوديرمال سيلز بقى هتجرو من التيب بتاع جلاندز بينس وتكسدند باكورد على حد ما تقابل مين؟ لحد ما تقابل الانتيرير اند بتاعت اليوريسترال كانال. ماشي. والكورد ده هيحصل له كانالايزيشن بعد كده، والتو بارت بتاع البيناين يوريسترا هيبقوا بيكام كونتينوس وذ ايتش اذر. طيب دلوقتي ده ايه؟ ده كده المفروض يعني ان ده الفيزيكوريسترال كانال. طيب وبعد كده ده البلفك بارت بتاع ديفينيتيف يورجنتال ساينس، وده الايه؟ والفالك بارت بتاع ديفينيتيف يورجنتال ساينس. الرسمة دي بقى بتوضح المراحل اللي احنا قلنا عليها. اول حاجة خالص هي بتبقى عبارة عن بليت كده، بس البليت ده هيبدأ يتني على نفسه شوية فيعمل لنا جروف. الجروف ده الحواف بتاعته اسمها فولدس. الفولدس دي هتبدأ تقرب من بعض لحد ما يحصل لها فيوجن فتعمل لنا يوريسترال كانال. هو نفس الكلام اللي قلناه، دي بيبقى بليت وبعد كده يبقى جروف وبعد كده يبقى كانال. طيب شايفين مفروض يعني ان ده ان الجلانز بينس اهو، الخلايا الاكتوديرم اللي بتحوطه هتدخل جوه جلانز بينس. يعني مثلا دي كده، لو نفترض مثلا ان دي هتبقى ايه؟ دي هتبقى اليوريسترا اللي جايه منين؟ من البلفك بارت، من الفالك بارت. الجزء بقى بتاع الاكتوديرم ده هيجي من هنا كده ويروح جاي مقابل ايه؟ ويروح جاي مقابل اليوريسترا بتاعت الاندوديرم. طيب بعد كده بقى اسهل حاجه اللي هو كونجيتال انومالي بتاعه الايه؟ بتاعه اليوريسترا. الكونجيتال انومالي بتاعه اليوريسترا هما ثلاثه برضو. اسهل واحده اللي هي الاستينوزيس. استينوزيس يعني ايه؟ يعني ضيق. لما اقول الاستينوزيس على حاجه معناها انها ضيقه. طيب معنى اليوريسترا ضيقه بسبب ايه؟ هيقولك عشان هو اصلا ساعات الحاجات دي بتيجي في الام سي كيو، فانتوا برضو ايه يعني ركزوا فيها. ماشي. يقولك ساعات بقى يقولك ايه الاستينوزيس ده بيحصل بسبب ايه؟ يقولك بيحصل بسبب excessive fusion of the edges of the urethral groove. يعني ايه؟ بصوا اقول لكم على حاجه. يعني دلوقتي ده urethral groove اهو، المفروض ان الايدج دي مع الايدج دي هيحصل لها ايه؟ fusion علشان تعمل لنا urethral canal. ماشي. فالمفروض الايدج هيحصل لها fusion من الناحيه دي ومن الناحيه دي، يعني تقرب من بعض كده ويحصل لها fusion كده. طيب اللي حصل بقى ان ما حصلش فيوجن من النقطه دي للنقطه دي، لا حصل فيوجن ازاي بقى؟ بص حصل فيوجن من هنا مثلا لهنا، من هنا لهنا. فلما حصل فيوجن من هنا لهنا يعني ايه؟ حصل فيوجن كده مثلا. فلما حصل فيوجن كده دي جت على دي كده، دي جت فوق دي. فالفكره يعني ان هو ايه؟ فمسكوا في بعض جامد يعني، فضيقوا ايه؟ فضيقوا اليوريسترا. يبقى اليوريسترا ستينوزيس دي بسبب ناروينج في اليوريسترا اليومن. بسبب ايه؟ بسبب اكسسيف. وخلي بالكم من اكسسيف دي عشان نقولها، هنقول عكسها بعد شويه. اكسسيف فيوجن للايدجز بتاعه الايه؟ بتاعه اليوريسترا جروف. بعد كده في عندنا اتنين كوجيتال انومالي، هايبوسبيديس وايبسبيديس. هايبو يعني تحت وايبي يعني فوق. طب سبيديس، سبيديس دي كلمه لاتينيه معناها يوريسترا. اسبيديس يعني يوريسترا. طيب هايبوسبيديس دي معناها المفروض بقى، بصوا اقول لك على حاجه، البينس ده زي التانج كده. يعني ايه؟ يعني الجزء اللي فوق بيبقى اسمه دورزم، والجزء اللي تحت بيبقى اسمه، يعني اللسان بتاعك ده الجزء اللي فوق في اسمه ايه؟ دورزم، والجزء اللي تحت اسمه فينترال. ماشي. فينترال سيرفيس. فهو البينس زي كده.
فهايبو سبيديوس دي معناها ان في ان بيحصل ان الفتحه بتاعت اليوريثرا بدل ما تكون في الجلاندز بينس لا تفتح تحت في الفنترال سيرفيس بتاع الايه بتاع البينس، تفتح في الفنترال سيرفيس بتاع البينس في اي مكان بقى ما بين الروت اوف بينس لحد جلاندز بينس، المهم انها ايه دايركت تحت. طب دي هيقول لك بسبب ايه؟ بسبب ان ما حصلش فيوجن كويس، ما حصلش فيوجن كويس، فيلير اوف فيوجن. فيلير اوف فيوجن ان هما مثلا بدل ما يمسكوا مع بعض حصل فيلير اوف فيوجن ان هما حصل لهم ايه، فخلوهم دايركتد لتحت يعني. ماشي، يبقى دي اكسسيف فيوجن تعمل لنا ستينوزس، فيلير اوف فيوجن تعمل لنا هايبوسبيديوس. ماشي، طيب بعد كده الايبسبيديوس بقى ايه اللي بيحصل؟ ان الفتحه بتاعت اليوريثرا هتكون على الدورزن بتاع البينس، هتكون على الدورزن بتاع البينس. ده بسبب ايه بقى؟ كلام كده انا بقالي سنتين بحاول افهمه. It's due to incomplete migration of somatic mesoderm from the tip of primitive streak to the dorsum بتاع البينس. يعني انا هقول لكم على حاجه، احنا انا قلت كنت قلت يعني قبل كده ان الاكتوبيا في زايكا دي غالبا بتبقى مصاحبه لايه، بتبقى مصاحبه مع الايبسبيديوس، فهو ده تقريبا تفسيرها. فالكلام بتاع المايجريشن ده بيحصل برضو في الاكتوبيا في زايكا. الاكتوبيا في زايكا ما بيتكونش ايه، ما بيتكونش ولا انتيرو ابدومينال وول ولا بيتكون anterior wall of a of urinary bladder، وبيحصل failure of migration او incomplete migration لحاجة اسمها somatic mesoderm from the tip بتاع ال primitive streak، حاجة في الميزوديرم برضو ماشي للدورزن بتاع البينس. فانتوا لو جات لكم في الاختيارات احفظوها كده يعني، وعرفوا بس ان طالما حاجة ليها علاقة بالدورزن بتاع البينس وحاجة ليها علاقة بالmigration فافتكروا الاكتوبيا في زايكا يبقى دي ابسبيديوس. تمام، طيب الفيميل يوريثرا بقى عشان نكون خلصنا، الفيميل يوريثرا هتيجي منين؟ يقول لك الفيميل يوريثرا بتيجي زي يعني هي بتقابل الابر بارت بتاع البروستاتيك يوريثرا. الابر بارت بتاع البروستاتيك يوريثرا كان بيجي منين؟ كان بيجي زي الرينال بلادر. كان بيجي منين يعني؟ كان بيجي من الفيزايكو يوريثرا الكنال، فيزايكو يوريثرا الكنال. بس ملناش دعوه بقى بالابزوربد بارت، يعني هنقول فيزايكو يوريثرا الكنال بس. يعني بصوا اقول لكم على حاجه كده بالترتيب ماشي. اول حاجه خالص اليورينري بلادر، اليورينري بلادر كانت بتيجي من ثلاث مصادر. احنا نقول ملخص بقى ماشي، احنا كده بنتكلم في ملخص. تمام، اول حاجه خالص اتكلمنا عن المصدر بتاع اليورينري بلادر. اليورينري بلادر كانت بتيجي منين؟ كانت بتيجي من ثلاث مصادر. اول مصدر خالص اللي هو الفيزايكو يوريثرال كانال. نرسم بقى فيزايكو يوريثرال دي كده بريميتيف يوروجينيتال ساينس. الاول هنتكلم عن اللي حصل في الاول، انك دي كانت كلواكه اتقسمت بسبتم، السبتم ده اسمه يورو ريكتال سبتم، قسمت لجزء قدام اسمه بريميتيف يوروجينيتال ساينس، وجزء ورا اسمه ريكتو انال كانال. الكلام ده خلاص فهمناه. نمسك بقى في مين؟ في البريميتيف يوروجينيتال ساينس. البريميتيف يوروجينيتال ساينس دي هتتقسم لجزئين، فيزايكو يوريثرال كانال وديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. الديفينيتيف يوروجينيتال ساينس هتتقسم لجزئين، بلفيك بارت وفالك بارت. تمام ماشي. اليورينر بلادر هتيجي من ثلاث مصادر. اول مصدر خالص في اليورينر بلادر هي ايه؟ نرسم بس كمان، احنا عايزين نرسم الميل يوريثرا برضو عشان ايه. بصوا دي كده فيزايكو يوريثرا، دي البريميتيف يوريثرال ساينس تتقسم لفيزايكو يوريثرا الكنال وديفينيتيف يوريثرال ساينس. والديفينيتيف يوريثرال ساينس تتقسم لبلفك بارت وفالك بارت. تمام، الميل يوريثرا بقى دي كده عنده الايه، عنده دي البروستاتيك يوريثرا. تمام، ودي كده الممبرينس يوريثرا، ودي كده الايه البنايل يوريثرا. طيب دي البروستات فماشي فيها مين؟ البروستاتيك يوريثرا. دي كده ماشي فيها الممبرينس يوريثرا. بعد كده دي ماشي فيها مين؟ البنايل يوريثرا، وهتقف عند الجلاندز بينس. تمام ماشي. وبعد كده خلونا نعمل الجزء بتاع الاكتوديرم بلون تاني، جزء كده من الجلاندز بينس هيمشي ويعمل لنا جزء ايه اكتوديرم. خلاص كده. طيب دلوقتي عندنا الايه، خلينا نعمل برضو الميزوديرم بلون تاني باللون ده مثلا. الميزوديرم ده اللي هو ايه، اللي هو بتاع الابزوربد بورت بتاعت الايه الميزونيفريك دكت. ماشي، تعالوا بقى ما نختصر. اول حاجه خالص اليورينري بلادر، اليورينري بلادر هتيجي من ثلاث اجزاء. اول جزء في اليورينري بلادر اللي هتيجي منه
يا لهوي مسحت الرسمة، نرسم تاني كده بسرعة، نرسم تاني. دي كده الفوزايك، دي كده بيراميد فيو اورجينتال ساينس هتتقسم ليه. بما ان يعني مسحت 49 ماشي. دي كده بيراميد فيو اورجينتال ساينس هتقسم للجزء فوق اسمه فيزايك اوريسترال كانال، وهتقسم ل وديفينيت فيو اورجينتال ساينس، والديفينيت فيو اورجينتال ساينس هتتقسم ل هتتقسم ل بيلفيك بارت وفاليك بارت. تمام تمام كده. وبعد كده هنرسم الايه الميل يوريسترا، نرسم الميل يوريسترا. دي كده البروستيت، وده كده الممبرينوس بارت، وده كده ايه ماشي. بعد كده هنرسم الايه اليوريسترا بقى، دي كده البروستاتيك يوريسترا، وبعد كده دي الممبرينوس يوريسترا، وبعد كده الجزء ده، وهنكمل الجزء بتاع الاكتوديرم بلون تاني كده. تمام ماشي. وهنعمل الجزء بتاع الميزوديرم اللي هو ده بلون، عشان ده كان اليوريتر، فده الجزء ده هيحصل له ايه، هيحصل له ابزوربشن ماشي. وهنعمل الجزء بتاع اليوريكس بنفس اللون بقى، ده اليوريكس. تمام نبدأ بقى نقول الملخص. اليورينري بلادر هتيجي من ثلاث اجزاء، وهي عباره عن ميكس ما بين الاندوديرم والميزوديرم. هتيجي من ثلاث اجزاء اللي هما الجزء الاندوديرم فيها اللي هو الفيزايكو يوريسترال كانال، والجزء الاندوديرم الثاني اللي هو البروكسيمال بارت بتاع الالانتويس اللي هيكون لي الايبكس بتاع اليورينري بلادر. طب الجزء الميزوديرم اللي في اليورينري بلادر هيبقى ايه؟ هيبقى الابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك داكت، والابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك داكت ده هيكون لنا ايه؟ هيكون لنا الترايجون بتاع اليورينري بلادر. ده كده بالنسبه لليورينري بلادر. نيجي بقى لليوريسرا. الميل يوريسرا هتتقسم ليه؟ البروستاتيك يوريسرا دي تتقسم لابر هاف ولور هاف. الابر هاف دي بقى بتتكون برضو زي اليورينري بلادر، بس هنقص واحد. هنقص مين؟ هنقص بتاعه الالانتويس، فهتتكون من جزئين اللي هو جزء برضو ميكس ما بين اندوديرم وميزوديرم. الاندوديرم اللي هو الفيزايكو يوريسترال كانال، والميزوديرم اللي هو الابزوربت بارت بتاع الايه الميزونيفريك داكت. بعد كده نيجي لي الفيميل يوريسترا، عشان الفيميل يوريسترا بتقابل الابر بارت بتاع البروستاتيك يوريسترا، بس هنقص واحد. يعني اليورينري بلادر 3، البروستاتيك يوريسترا 2، الابر بارت بتاع البروستاتيك يوريسترا 2، وبعد كده الفيميل يوريسترا 1 اللي هو ايه اللي هو الفيزايكو يوريسترال كانال. يبقى دلوقتي اليورينري بلادر هتيجي من الفيزايكو يوريسترال كانال، وهتيجي من الابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك داكت، وهتيجي من البروكسيمال بارت بتاع الانتويس. طيب الابر هاف بتاع البروستاتيك يوريسترا هيجي من حاجتين، الفيزايكو يوريسترال كانال والابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك داكت. الفيميل يوريسترا هتيجي من حاجه اللي هي الفيزايكو يوريسترال كانال. تمام نكمل بقى الميل يوريسترا اللي هو ايه اللور هاف بتاع الميل يوريسترا مع الممبرينس يوريسترا هتقابل البلفيك بارت بتاع مين؟ بتاع الديفينيتيف يوريجينتال ساينس. يبقى اللور هاف بتاع البروستاتيك يوريسترا مع الممبرينس يوريسترا هيتكونوا من ايه؟ هيتكونوا من البلفيك بارت بتاع مين؟ البلفيك بارت بتاع الايه الديفينيتيف يوريجينتال ساينس. بعد كده الفاليك بارت، الفاليك بارت ده هيكون لي ايه الاسبونج يوريسترا. يبقى الابر او معظم الاسبونج يوريسترا هتتكون من مين؟ هتتكون من الفاليك بارت. معظم الاسبونج يوريسترا هتتكون من الفاليك بارت. تمام طيب بس في جزء كده صغير اللي هو هيجي من اكتوديرم، اللي هو الجزء اللي ماشي في الجلاندز بينس هيبقى اكتوديرم. يبقى دلوقتي اليورينال بلادر اندوديرم وميزوديرم، البروستاتيك يوريسترا، البروستاتيك يوريسترا الابر هاف اندوديرم وميزوديرم، اللور هاف اندوديرم بس. الفيميل يوريسترا هتبقى اندوديرم بس لانها من الفيزايكال من الفيزايكال يوريسترا الكانال. طيب اللور هاف بتاع البروستاتيك يوريسترا مع الممبرينس يوريسترا بيورلي برضو اندوديرم. يبقى مين اللي بيورلي اندوديرم في الموضوع كله؟ الفيميل يوريسترا والايه واللور هاف بتاع واللور هاف بتاع البروستاتيك يوريسترا مع الممبرينس يوريسترا. طب مين الاندوديرم وميزوديرم؟ الاندوديرم والميزوديرم اللي هو اليورينري بلادر، والابر بارت بتاع مين؟ والابر بارت بتاع البروستاتيك يوريسترا. طب مين اندوديرم واكتوديرم؟
السبونج يوريثرا دي بقى رايقه، جابت حاجه اصلا ملهاش علاقه بالاندوديرم واكتوديرم. تمام، دي كده كانت مراجعه الايه للمصادر الامبريولوجي. في بقى مراجعه تانية كده بتاعه الكوجيتا الانوملي، كوجيتا الانوملي بتاعه البلاتر اللي ممكن نلاقيها ايه، يا اما اكتوبيا فيزايكا، يا اما ايه الصوره اللي موجوده في الكتاب، يا اما الايه الحاجات بتاعه اليوريكاس. لو اليوريكاس كل لو اليوريكاس كله فضل مفتوح يبقى فيستولا، لو اليوريكاس قفل ما عدا جزء في النص يبقى سيست، لو اليوريكاس كله قفل ما عدا جزء في ناحيه الامبليكس يبقى ساينس. تمام، بعد كده كوجيتا الانوملي بقى بتاعه الكوجيتال انومالي بتاعه اليوريثرا، يا اما تكون ستينوزس بسبب اكسسيف فيوجن للايدجز، يا اما تكون يا اما للايدجز بتاعه البليت. احنا نسينا نراجع البليت اصلا، البليت دي ان البروستاتيك يورثا بتبدا بايه ببليت كده وبعد كده تتحول لجروف، بعد كده يحصل له فيوجن ويعمل ايه ويعمل كانال. ماشي، الايدجز بتاعه الجروف دي اسمها فولدس، ماشي، المفروض بتعمل كده. فلو حصل اكسسيف فيوجن يعني بدل ما يعمل من هنا ومن هنا لحم من هنا ومن هنا، فيبقى يحصل ايه استينوزيس. طيب لو فتحت اليورثرا بتفتح بتفتح تحت هايبوسبيدياس، ودي بسبب فيلير اوف فيوجن. طيب لو ايبسبيدياس بقى هيقول لك بسبب فيلير اوف مايجريشن اوف السوماتيك اوف الميزوديرم بتاع البريميتيف ستريك للدورزن بتاع مين، للدورزن بتاع الايه البينس. يلا بسم الله بقى نحل الاسئله زي ما احنا متعودين. اول حاجه خالص الفيزيكو يوريثرال كانال جيفز رايز تو، يا اما موست اوف يورينري بلادر. الفيزيكو يوريثرال كانال بتدي موست اوف يورينري بلادر ولا الابر هاف بتاع البروستاتيك يوريثرا ولا الهول فيميل يوريثرا. طب صحيح انا نسيت اقول لكم، هو هو باقي بقى البلفك بارت والفالك بارت في الفيميل هيعملوا ايه لما هو اصلا الفيزيك يوريثرا الكنال هتخلص الموضوع بتعمل فيميل يوريثرا؟ يقول لك البلفك بارت والفالك بارت هيعملوا اجزاء بقى زي الفيستيبيول، اللي هو الجمله اللي احنا كنا قريناها في الكتاب كده في الاول وقلت لكم هتفهم بعدين، اللي هو هيكون الفيستيبيول وحاجات في الفاجينا والكلام ده كله. تمام ماشي، الفيزيكو يوريثرال كانال جيفز رايز تو موست اوف اليورينري بلادر ولا ابر هاف بتاع البروستاتيك يوريثرا ولا الهول اوف فيميل يوريثرا ولا اول اوف ذا اباف ولا ايه وبي؟ اول اوف ذا اباف. تمام، بعد كده اليورينري بلادر بتبقى اندوديرمال ولا بتبقى ميزوديرمال ولا بتبقى اكتوديرمال ولا اول اوف ذا اباف ولا ايه وبي؟ ايه وبي. تمام، بعد كده الميل، بصوا اللي عايز يحل يعني الاول او يختبر نفسه يوقف الفيديو علشان احنا بس وقت الفيديو ما يطولش. طيب الميل يوريثرا بتبقى اندوديرم ولا بتبقى ميزوديرم ولا بتبقى اكتوديرم ولا بتبقى اول اوف ذا اباف ولا بتبقى ايه وبي؟ احنا قلنا ان الميل يوريثرا دي في بروستاتيك وفي ايه وفي ممبرينس وفي سبونجي. البروستاتيك الابر هاف بيبقى ميزوديرم وايه بيبقى ميزوديرم واندوديرم، اللور هاف مع الممبرينس بيبقى بيورلي اندوديرم، السبونجي بتبقى اندوديرم مع ايه اكتوديرم. هو بقى هنا محددش فيقصد كله، طالما محددش يبقى all of the above طبعا لان كل العناصر موجودة. بعد كده اليورينري بلادر ديفلوب فروم فيزيكو يوريثرال كانال ولا البروكسيمال بارت بتاع الانتويس ولا الابزوربت كودال بارتس بتاعة الميزونيفريك دكت ولا all of the above. all of the above. طيب بعد كده اليوريكاس اكستند ما بين الامبليكس والنك ولا الامبليكس والايبكس ولا الامبليكس والبيز ولا الانوس والجلانس بينس ولا الايبكس بتاع البلادر واليوسيكال فالف. هتبقى الايبكس، الايبكس ان هي اصلا البروكسيمال بارت بتاع الانانتويس هيكون الايبكس، وبعد كده اليوريكس بقى هتكمل لان اليوريكس دي هي بقيه الانانتويس اللي كون الايبكس، فهي هتوصل ما بين ايه ما بين الايبكس وما بين ايه ما بين الامبليكس. بعد كده درينج اوف يورين فروم الدرينج اوف يورين فروم الامبليكس اوف ذا نيونيت، بسبب لما يكون في يورين بيخرج من الامبليكس بتاع طفل لسه مولود، دي معناها ان في فيتلاين فيستولا ولا يوريكال فيستولا ولا اكتوبيا فيزايكا ولا اكتوبيك يوريتر ولا اكتوبيك يوريثرا. معناها ان في، احنا قلنا لما يكون اليوريكس كله بيتنت هيخرج يورين صح، يبقى ايه يبقى معناها ان في
فيستولا يوريكال فيستولا. طيب بعد كده البروستاتيك يوريثرا از ديفلوبد فروم فيزيك يوريثرا كانال ولا الابزوربت بارت ابزوربت كود البارت بتاعه الميزونيفريك دكت ولا البلفيك بارت بتاع ديفينيت فيورجنت ساينس ولا اولف ذاباف ولا ايو بي. البروستاتيك يوريثرا دي كانت ابر هاف ولور هاف. الابر هاف زي اللون البلادر يعني من الفيزيك يوريثرا الكانال ومن الابزوربت بارت، واللور هاف ده كان من البلفيك بارت، يبقى اولف ذاباف. بعد كده الديفينيتيف يوريجينتال ساينس ان ميل جيز رايز تو لوور هاف اوف بروستاتيك يوريثرا ولا ممبرينس يوريثرا ولا موست اوف سبونج يوريثرا ولا اولف ذا اباف. هو الديفينيتيف يوريجينتال ساينس ده كان بيتقسم لفالك بارت بلفيك بارت وفالك بارت. البلفيك بارت كان بيدي لوور هاف بتاع البروستاتيك يوريثرا والممبرينس يوريثرا. طيب والفالك بارت كان بيدي موست اوف ايه؟ موست اوف السبونج يوريثرا ما عدا حته الاكتوديرم اللي قلنا عليها، يبقى اولف ذا اباف برده. طيب اليوريثرا اوف جلانز بينس از ديفلوبد فروم فيزيك يوريثرا الكنال. اليوريثرا اللي ماشيه في جلانز بينس بتبقى من الفيزيك يوريثرا الكنال ولا ابزوربت كودال بارتس بتاعه الميزونيفريك دكت ولا البلفيك بارت بتاع ديفينيت فيورجنتال ساينس ولا الفالك بارت بتاع ديفينيت فيورجنتال ساينس ولا الكورت اوف اكتوديرمال. احنا قلنا الحته الوحيده اللي اكتوديرم هي اليوريثرا بتبقى ماشيه في جلانز بينس، عشان هي دي اللي بتبقى اكتوديرمال سيلز بتمايجريت من التيب بتاع جلانز بينس وتروح تمشي وتعمل الكورت اكتوديرمال كورت اوف سيلز، وبعد كده الكورت ده بيحصل له كانالايزيشن واحد مع مين؟ مع اليوريثرا الكنال اللي متكونه من الاندوديرم. يبقى الاجابه ايه يعني؟ الاجابه هتبقى اي اللي هو كورد اوف الاكتوديرمال سيلز. تمام تمام كده احنا خلصنا. شكرا واتمنى يعني تكونوا فهمتوا، ولو ما حدش فهم حاجه يعني يبعت لي.